السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نبداو في اول واغ وهو الوضوم. قبل ما نعطيو على الوا نعرفوا اول حاجه منين جا هذا الوضوم وكيفاش لقينا باللي هذيك اللي غنلقاوه في الاخر ليا بكل بساطه. لي بروف كيجيو كيعطيوها لكم او ولا كيعطيوها لينا حنايا او كتساوي ار واي. المهم هذا رجع نعرف دوك لي كروند. دونك درنا هنا واحد مجموعه ديال لي زيكسبيريونس باش نعرف لا غولاسيون اونتر لا طونسيون le courant et la résistance. Je vais prendre un générateur. Donc, on va essayer de détailler. C'est un ampèremètre. C'est ce qui va parler le courant électrique. C'est un ampèremètre. Mais quand on parle de courant électrique, quand on parle d'ampèremètre, on serait avec le récepteur qui va savoir le courant électrique qui est fait. Ou qui va délire. C'est un voltmètre. Le voltmètre qui va parler la tension. La tension qu'on va parler en parallèle. Donc, جيت خديت واحد جينيراتور دو طونسيون كونتيني برونشيتو مع واحد الامبيرمتر غير باش نعرف واحد الفولتمتر باش نعرف باش نعرف شنو باش نعرف لي فالور كل من ديال لي كورون وديال لي طونسيون وهنا ريزيستانس. دونك لي سيل الاول عطيت الجينيراتور دو فولت عطاني لو كورون لي غادي ريزيستانس هو ان امبير ولا بيان سور راه بيان سور لو فولت لا طونسيون اوفر لا ريزيستانس راه هي جوج فولت. لسي الثاني عطيت الجينيراتور 4 فولت خبال لي بين الكورون جوج فولت ولا طونسيون بيان سور 4 فولت حيت انا ما كاينش حاجه غادي تقاسم لا طونسيون مع ريزيستانس. كذلك لسي الثالث مي عطيت الكورون عطيت لا طونسيون 6 فولت عطاني لو كورون 3 امبير ولا طونسيون اوفر لا ريزيستانس 6 فولت. دونك سي اون نوت كو لا طونسيون اوفر لا ريزيستانس سي او لو كورون لي غادي يجينا لا ريزيستانس. دونك هنا نديرو بلي عندنا لا طونسيون اوفر هذا الشيء اللي غندير لنا كيطابق بور لي تخوا سيركوي اي او لو كورون كي سيركولي دون لا ريزيستانس. دونك الا درت الرابور ديال لا طونسيون سور لو كورون شحال كيعطيني لا شحال جوج على واحد كتساوي جوج برابور ثلاثه ديال زيكسبيريونس راه غادي يعطيوني ميم ريزولطا. 4 فولت على 2 امبير غادي تعطيني 2 6 فولت على 3 غادي تعطيني 2 غنبقى كل مره نزيد لهنا نزيد لهنا يعني حتى نوصل لان التجربه. دونك دائما الرابور ديال الكورون ديال عفوا ديال لا طونسيون سور لو كورون كيعطيني اون كونستانت. هاد لا كونستانت هي اللي كنسميها لا ريزيستانس. دونك الرابور ديال لو لا طونسيون سور لو كورون سي لا ريزيستانس. بعد ليكسبيريونس لي سامبل بان ليا الوضوم بالنسبه لهادي هي لا طونسيون اكسبريمي اون فولت بالنسبه لهادي ريزيستانس اكسبريمي اون اوم بالنسبه لهذا لو كورون اون امبير. ناخذ واحد كش ابليكاسيون باش نعرفو. مثلا قالك سيدي عندي واحد الشوفو عندي واحد السخان ديال الضو مثلا كيخدم ب 120 فولت يعني عنده لا طونسيون ديالو 120 فولت و الي باركوري بار ان كورون دو 5 امبير. دونك قالك انا تخوفي لا ريزيستانس ديال هاد الشوفاج بيان سور كان جا كان ابدا نطبق الوضوم او كتساوي ار فوا اي اذا لا ريزيستانس كتساوي لا طونسيون سور لو كورون ار كتساوي لا طونسيون ديال 120 سور لو كورون اللي هي 24 اوم 24 اوم. بالنسبه لهذا ها واحد الفكره بالنسبه لهذا الوضوم ماشي بحال هكا كيكون لي زابليكاسيون تري سامبل. هاد الوضوم غادي يبانو لي زابليكاسيون من بعد يعني كتلقى ماشي كتلقى تمرين مبازي على امبوسيبل يكون بحال هكا وانما كتلقى يعني كتلقى واحد البروبليم اللي فيه بزاف ديال لي زيتاب كالكولي لو كورون كالكولي لا طونسيون لا ريزيستانس يعني في لي سيركوي الترناتيف خلاص راه غادي نتعاملوا معاه في لي زامبيدونس في لي رياكتونس ايتترا. السلام عليكم.